سلام البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين، نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نديرو مادلين ديال الآلة، واحد مادلين اللي كيكون زوين بزاف بالنسبة للبنات أو للعيالات اللي كيقلبوا لوليداتهم شي حاجة ما يديو معاهم الكوتي اللي كتخرج كمية كبيرة وكتصبر حتى اللي درتوها في الثلاجة. هاد مادلين هذا البنات كيخرج كمية كبيرة، لا بغيتو ديو عند الناس ولا تعطيوه للوليدات. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، تبعوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا جميع المراحل. يلا على بركه الله ندوزو للمقادير. بالنسبه للمقادير البنات، هنا عندي 4 ديال البيضات، عندي واحد نص كاس ديال الفيرميسيل، عندي كاس ونص ديال الليمون اللي عصرته عبر بكاس العنبه، كاس ديال الزيت عبر بكاس العنبه، وكذلك السكر سنيدة. عندي 3 الكيسان ديال الدقيق، جوج خمارات، ولي زيست تاع ليمونه كبيره اللي حكيتها. هنا غادي نضيف كاس ديال العنبه، على كاس ديال العنبه ديال سنيدة على داك لو زيست ديال الليمون، وغادي نضيف 4 البيضات. بالنسبه للنكهه كتبقى على حسب الذوق، الا استعملتو الحامض استعملوا معاه لو زيست تاع حامض، الا استعملتو دانون استعملوا معاه الفاني. غادي نضيف قبسه ملح، وغادي نطرب الخليط مزيان حتى يضاعف الحجم ديالو، واللي عندي خليط بيض عاد غادي نضيف العناصر الاخرين. بالنسبه للبنات، الليمون ديروا غير كاس ديال الليمون، انا عصرت الليمون خرج ليا كاس ونص، ما بغيتش نضيعو درتو كامل. وبالنسبه للليمون يمكن لكم تعوضوه بكاس الحليب اولا دانونه ولا نص كاس ديال الحامض، تكملوا ليه بالماء باش ما يجيكمش قاسح. هنا ضفت الزيت وغادي نطرب مره اخرى، وغادي نضيف ليمون كاس ونص ديال الليمون. ديما كتعبروا بالكاس ديال العنبه حيت هو متوفر عند الناس كاملين، ما كاينش شي واحد اللي ما عندوش كاس ديال العنبه. غادي نطرب الخليط، من بعد غادي نضيف البنات الدقيق. هنا عندي 3 الكيسان ديال الدقيق الفورص، الدقيق الابيض اللي مغربل من طبيعه الحال، راني غربلته. غادي نضيفه شويه بشويه وانا كنطرب، ما كنطيفش الكميه دقه واحده، كندير معلقه بمعلقه وانا كنطرب تنشوف القوام اللي بغيت نحصل عليه ديال الكيك. بالنسبه للدقيق راه كتكون واحد الكميه واولا واحد النوعيه ديال الدقيق اللي كتشرب، الا تقدر انا ندير 3 الكيسان في النوعيه ديال الدقيق اللي هي ممتازه، نتوما تقدروا غير ديروا غير 2 كيسان ونص، حيت الا كان الدقيق كيشرب دغيا دغيا كيتمسك عندكم الخليط ديال الكيك. هنا غادي نستمر على هاد الكيفيه هادي ونخلط تنكمل الكميه كامله اللي عندي ديال الدقيق. هنا البنات راني كملت الكميه كامله ديال الدقيق وباقي عندي الخليط جاري، غادي نزيد نص كاس ديال الدقيق، يعني استعملت 3 د الكيسان ونص ديال الدقيق اللي استعملت في هذا الخليط هذا، 3 د الكيسان ونص ديال الدقيق. وغادي نضيف جوج خمارات، وغادي نعاود مره اخرى نخلط الخليط حتى ينسجم. الفيرميسيل البنات اللي كما كتشوفوا راني ما درتوش، حيت غادي نقسم هذا الخليط، غادي نقسمه على جوج. الكميه الاولى غادي نطيبها بدون فيرميسيل، الكميه اللي غتبقى عندي عاد غادي نضيف عليها داك الفيرميسيل اللي عندي. بالنسبه للفيرميسيل، واحد الملاحظه البنات، ديروه في الثلاجه حتى يبرد مزيان باش ما يذوبش ليكم في الكيك. البنات صافي، راني حصلت على القوام اللي بغيت ديال الكيك. الكيك ما يكونش ثقيل بزاف باش ما يجيكمش مدقس، وما يكونش خفيف عاوتاني وبقى خضر من الداخل، يعني القوام ديال الكيك اللي كنديرو عادي. دابا عندي الاله ديالي، غادي نديرها حتى تسخن، غادي نديرها حتى تسخن، عاد غادي نعمر دوك الفراغات اللي عندي، غادي نعمرهم ما كنملئهمش حتى الفوق، كنخلي فيهم شويه ديال الفراغ حيت مازال غيتنفخ، ما غاديش تجيو تعمروا دوك الفراغات تلقاوها تنفخات. واحد الملاحظه البنات، بزاف البنات خداو لي مارك في هاد لاك وحده وماركه اللي عندها
قالوا لي انها كتلصق ليهم. الا لصقت لكم البنات دهنوا بالزيت. ملي طيبوا الاولين جربوا غير في واحد ثلاثه، ما تعمروش الاله كامله في الاول، ديروا غير واحد ثلاثه تتجربوها. الا كانت لصقت لكم دهنوا بالزيت، ديروا شي شيتا، ديروا الزيت ودهنوا الفراغات كاملين من الفوق من التحت، عاد بداو تعمروا فيهم ودهنوا حتى الغطايه باش غتغطيو. هنا ملي انا عمرت الفراغات راني غادي نسدها 3 دقائق البنات، كطيب في 3 دقائق كما كتشوفوا، راه دازت 3 دقائق حليتها، راهم كيتزولوا. انا ديال تما كتلصقش، كيتحيدوا بسرعه، ما كتلقاوش معاهم مشكل، دغيا كتحيدوهم. بالنسبه للماركه اللي عندي، انا عندي لاماكوم، لاماكوم اللي عندي البنات ما كتلصقش. مره اخرى غادي نعمل الفراغات اللي عندي وغادي نسدها 3 دقائق حتى يبدا واحد الدخان كيخرج من الجنب ديال الاله. صافي كتحلوها كتلقاو لي مادلين طيبين. دابا الكميه اللي بقات عندي ديال الخليط، انا طيبت نص الكميه بدون فيرميسيل، نص الكميه غادي نضيف عليها الفيرميسيل وغادي نخلط. الفيرميسيل تينسجم مع الخليط وغادي نرجع نطيبه بنفس الطريقه اللي طيبت بها الاولي. الاله البنات ضروري تسخن في الاول. صافي كتاخذوا معلقه وكتعمروا بهم دوك الفراغات، كتعمروهم كاملين. صافي كتسدوا الاله 3 دقائق تيبان لكم واحد الدخان كيخرج من الجنب، البلاصه فين كتبان لكم عندي شويه كحله في الاله، البلاصه تما فين كيخرج الدخان باش كتعرفوهم طيبين. صافي كتحلوا الاله كتلقاوهم راهم طابو محمرين كما كتشوفوا هنايا، رانا دازت 3 دقائق غادي نحلها، غادي نلقاهم طابو تحمروا وكيتحيدوا بسرعه، ما كيلصقوا حتى حاجه. وكما قلت لكم الا جبتوها الاله جديده جربوها في 3 ولا 4 تتشوفوا كما كتلصق، عاد بداو تعمروها كامله. بالنسبه لهادو ديال الفيرميسيل البنات، انا ذوبت الشوكولات غادي نعمر به دوك الحفيرات اللي عندي في الكيك ولا في مادلين، غنعمر بهم ديك الحفيرات غير باش يجيوني مختلفين على الاولين اللي عندي. وهكا كتشجعوا الدراري على عزيز عليهم الشوكولات، كتشجعهم باش يديو معاهم مادلين للمدرسه. وبالنسبه للكميه، انا خرجت ليا 48 وحده، 48 حبه اللي خرجت ليا هاد الكميه هادي اللي درت معاكم 4 ديال البيضات. ونتمنى ربي يعجبكم هاد الفيديو هذا ولا الاعجاب ديالكم، والبنات اللي عندهم هاد الاله وما عرفوش اللي هيستافدوا منه. وهكا جاوا لي مادلين البنات كما كتشوفوا، راني قطعت لكم واحد جوج باش تشوفوهم من الوسط. كيجيو زوينين بزاف في المذاق ديالهم ديال الليمونه، ولا ديروا الحامضه ولا اللي بغيتو. نتمنى يعجبكم الفيديو. بالنسبه للبنات جداد، ما تنساوش تشتركوا في القناه، تضغطوا على المربع الاحمر اللي كيكون تحت الفيديو والجرس باش يوصلكم كل جديد. وما تنساوش تخليوا ليا لايك والتعليق الا عجبكم الفيديو من طبيعه الحال، وتبارطاجيو الفيديو في مواقعكم الاجتماعيه. لا بسلام عليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله.